كاين الشيف؟ واش كاين؟ واش كاين؟ ماني داير والو، ماني داير والو، ماني داير والو، ما عندي والو الشيف، والله ما عندي حاجة. الشيف هاني الله يسر عليك، والله ما عندي داير حاجة. المعلومات المتحصل عليها خلال التحقيق والدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة جعلت المحققين يوجهون أصابع الاتهام إلى جار الضحية المدعو حسين، فتقرر توقيفه للتحقيق معه. على الفور تم توقيف المشتبه فيه الأول لغرض التحقيق معه. قول لي انت واش العلاقة تاعك مع الضحية؟ والله يا شيف ما بيني بينها والو، هذيك اختي وجارتي ما بيناتنا غير الخير. بصح انا قالوا لنا باللي راه عندك علاقة بها وراك كل يوم تجي تحوس عليها. والله يا شيف ما عندي بيني بينها والو، انا الشركة ديفو تسحقاني تح اون بون، لا تبغي تشي عفسة ولا كتعيط لي، هذيك اختي وجارتي. عند الاستماع لاول مشتبه فيه نفت التهم المنسوبة إليه. على بالك باللي صابوها مقتولة؟ على بالي يا شيف، على بالي. وعلى بالك باللي رانا شفنا التصويرة تاعك في الساك تاعها؟ التصويرة تاعي؟ إيه التصويرة تاعي، أنا اللي مديتها لها شيف. واحد النهار قالت لي راح التكوين المهني، قلت لها ماذا بيك لو كان تحط لي واحد الدوسي معك، أعطيتها لها فوتو بعد لحقتها لهذا المكان. أضاف حسين أن الصورة التي كانت بحقيبة الضحية تعود إليه، وبأنه قدمها لجارته لاستكمال الملف الإداري الخاص بالتكوين المهني. اسمع اهدر الصح، ما تبقاش درك. والله كيما راني نقول لك يا شيف، والله ما درت لها حاجة، أنا خاطيني يا شيف. راك عندك علاقة بالقتل تاعها؟ أنا شيف يا شيف، والله ما درت حاجة، أنا شيل أختي جارتي، والله ما بيني بينها غير الخير. دوك نشوفوا في القضية تاعك، دوك نشوفوا. احترامتنا حضرت. تفضل مساعد. حضرات رانا تحصلنا على التسجيلات خاصة بكاميرات المراقبة خاصة بالمؤسسة الاستشفائية. بعد استغلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى تبين أن المشتبه فيه الأول مبدئيا لا علاقة له بالجرم المرتكب.